مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم المطبخي جبت لكم وصفة تقليدية تاع بلادنا واللي هي صفة تلمسانية جد رطبة اللي ما تخطيناش في مائدة السحور شهر رمضان الكريم. ما كانش رمضان بلا صفة. والتزيين تاع اليوم عملته جد بسيط، ما عملت فيه لا زبيب ولا مكسرات، وان شاء الله في الايام المقبلة نعملو صفة المناسبات. والصفة تاع اليوم جد متميزة، عملتها لكم خطوة بخطوة، وحتى الماء عملته بالعبار هكذا باش نعاونو المبتدئات اللي ما يحبوش كلمة عينيك هي ميزانك. اذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. باش نوجدوا الصفة، اول حاجة اللي نبداو بها نفضوا الإدرة اللي نبخروا فيها الصفة، نعملوا فيها كمية من الماء ونعملوها تغلي، عاد نفوتوا باش نوجدوا الصفة. اذا نحتاجوا 2 كيلات تاع الصفة. انا هنا الصفة رفدت الرقيقة كامل، شوفوا ماشي المتوسطة، الرقيقة كامل. اذا شوفوا الكيله ديالي ما عمرتهمش كامل حتى الفوق. عندي 2 كيلات لهذه الكميه تاع 2 هكذا غرافي، رفدت 4 معالق كبيره تاع الزيت. وفي المرحله الاولى نفدو كميه نفس الكيله من الماء مغلي. هنا الماء عندي سخون غير دروك طفيت عليه مغلي. اذا نبداو بسم الله. الصفه ديالنا نحط الصفه، انا الصفه نحبها بالرقيقه ما نحبهاش بالمتوسطه، نحبها تجيني رطبه بزاف. راكم شفتوا انا الصفه نعملها بالرطبه، والطعام ديالي نعملو بالفاخر بالغريض كامل، ما نستعملش انا الطعام المتوسط. اذا هيا دي نفس الكيله الماء عندي مغلي، نعاود نعبر نفس الكيله، هيا دي تاع الماء مغلي. اذا نبدا بسم الله. هذه نفس الطريقه اللي استعملتها مع الطعام، وريتكم الطريقه اللي نستعمل فيها الطعام، دوك نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. نفس الطريقه نستعمل فيها الصفه مسخون، بصح نبدا بالحاجه الاولى دائما هي الزيت باش ما تعجناش. هكذا ناشفه نحط مليح الزيت مع هاد الحبات تاع الصفه. كي نحسو بلي كامل الحبات تغلفوا لي مليحه بالزيت دروا، نضيف كامل هذيك الكيله تاع الماء يغلي مباشره، ما نخليهاش تشرب، ما نحيش يديا. شوف ما نقطعلكمش الفيديو، نبقى نخلط فيها ما نخليهاش تشرب على خاطر تتكور لي تنجمع لي وتجيني واعره باش نحلها. هذه الطريقه عملتها دائما مع الطعام، انا ما نحيش يديا، نبقى هكذا نحرك فيها غايه الغايه تنحل كامل هذوك الكويرات، ونحس بلي هذوك الحبات نتفخوا لي. شوف صاي بدات تنتفخ لي، هاي تجيني ساهله، خلي نخليها تشرب ونبقى نحل تعيا تحل ويبقى وشحال مختار كور. شوف هذه الطريقه مليحه خير وساهله، ما تعينيش كامل. شوف هاي ديريها مفروزه، ما تكورت لي، ما غبنتني، ما والو. عاود ننصحكم ما تنحيوش يديكم، كبوا الماء مباشره بقاو تخلطوا فيه. هاي كيفاش ريها مفروزه ما فيها كور. ها عاد روق نفوت نعملها في القلاب ونعملها تطبخ. اذا نخليها ترتاح 5 دقائق، دروق ما نخافش عليها ما تكور ليش، تقدر صايريها شربت الماء وشوفوا الحجم ديالها راه تضاعف، ونعملها في القلاب خليها ترتاح 5 دقائق ونعاود نرجع لكم. راني عاود رجعت لكم. اذا خليت هاد الصفه ترتاحت لي 5 دقائق، هاي دي وكان تفتش على كوره وحده ما كاينش. شوفوا ريها مفروزه ما مكوره ما والو، دروق مباشره نرفد له ونعملها في القلاب باش تطبخ لي المره الاولى. هنا اللي عندكم القلال تاع الدوم خير، بصح اللي ما عندوش تاع الدوم يعمل كيف هكذا في تاع الحديد، ما هي البنه تاع الدوم بوحدها. بسم الله نعمر كامل هاد الصفه ونعملها تطبخ لي المره الاولى، ما نغطي عليها ما والو، غير هكذا غير بشويه هكذا ما نضغطش عليها، ونحطها فوق الماء يكون عندي يغلي. ناكد لكم خاصني الماء يكون يغلي، الماء ديالي راه يغلي في قلب الادره دروا مباشره وهو يغلي نحط هاد الصفه تبخر لي المره الاولى. هذه التبخيره الاولى. اذا صاير الطعام ديالي راه بخر لي، الصفه ديالي راه بخرت لي المره الاولى، راني ماشي نطفي عليها. كيفاش نعرفها بلي تبخرت؟ يكون طالع منها البخار بزاف، ونشموا الريحه تاع الصفه تكون طيب. وهنا المده ما نخليهاش تطول لي بزاف باش لتحت في القاع تاع القلال ما يتعجنوليش هذوك الحبات التحتانيين. المره الاولى ما نخليهاش تطول في التبخار، هذه هي النصيحه اللي نعطيها للمبتدئات. اذا نفوتوا مباشره نعاودوا لها، غير دروك نحيتها من فوق الادره. اذا هذه هي المتعوده الاولى اللي حنا ماشي نعاودوا لها، على نقلبوها صافي. بسم الله عاد عندي سخونه، شوفوا ما خليتهاش تبخر باش هنا لتحت ما تلصقليش، وهاد الحبات ما يتعجنوناش على خاطر الصفه ديالنا رقيقه بزاف. اذا راني نحاول باش نعطيكم مقادير مضبوطه للصفه تاع اليوم، خاصه البنات المبتدئات، ضروا نعاودوا لها بالماء بارد. اذا نفس الكيله اللي عبرت بها الصفه، ها هو ده المقدار تاع الصفه اللي كنت عملته، عملته كيله تاع الماء بارد، نزيدو لها الملح حسب الذوق هنا باش ما تجيناش الصفه صامته. اذا نخلطها جيدا ونبدا رش الصفه، اللون نعمل غير نص، نحاول نحلها مليح راه سخونه. هنا كما تحبوا بالملعقه ولا تحبوا بيديكم، لكم الاختيار. نعمل كامل كيلو في المره الاولى، هاي كملتها. نستعمل يديا، هنا كاين بنات اللي ما يحملوش السخانه يعملوا غير بالملعقه.
حنا نحاولوا نحلوها غايه، نحلوا لها دوك الكويرات. كي نحلوا لها الكويرات نخليوها ترتاح على الاقل 10 دقائق باش تشربنا مليح في خاطر هذاك الماء. عاد نفوتوا نبخروا مره ثانيه. شوفوا راهي مفروزه، نحلها مليح ما نخليهاش كامل تسكور، درو نخليها تريح باش تشرب لي مليح هذاك الماء. صاي خليتها تصفر ريحت لي مليح وشربت لي هذاك الماء، عاود نرجع لها نشوف الا باقي لها فيها شي كور. صايره محشوره مليح، درو نعاودوا نفوتوا باش نبخروها المره الثانيه. شوفوا راهي مفروزه مليح، راهي مفروزه حبه بحبه، شربت لي غايه داك الماء. هنا اللي تكون تعمل الماء تكون هذيك المقدار تاع الماء اللي انا وريتكم، هذيك الغرفيه بصح نتوما كبوا غير بشويه بشويه على حساب السميد، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، ماشي حتى تشربوها بزاف وتتعجن لكم. وخاصكم مليح تحلوا الكويرات، ما تخليوش كامل الكور باش ما تجيكمش مكوره. صفر، اذا نعاود نفوت نعمر الالال ديالي ونعملها تبخر لي المره الثانيه، ودايما الماء ديالي في قد الادره بلا كيكون شفلي، نحضيو راسنا باش ما تنحرقناش الصفه. نشوفوا الماء لا راه ناقص نزيدوا له حتى يغلي الماء دائما باش عاد نعملوا الصفه تبخر. الماء راه عندي يغلي، درو نعملوا الصفه ديالي تبخر المره الثانيه. اذا في هذه المرحله نخليوها تبخر مليح، ما تقلقوش عليها كما المره الاولى، ما نخليهاش تطول. اذا درو نخليها غايه يدخلها طياب. صاي الصفه ديالي راه تبخرت لي المره الثانيه، كما قلت لكم خليوها تبخر مليح في هذه المره. مباشره وهي سخونه نفوتوا نعاودوا لها المره الثانيه. شوفوا ما تلصقناش هذه المره مع انها بخرت مليح، ما تلصقش ما تخافوش منها. دائما بواسطه ملعقه ولا اللي يحمل السخانه يعمل بيدو عاود عبرت نفس المقدار بين الماء، بصح في هذه المرحله نعمل غير نصف الكميه ونشوف، ما نكبش كامل كيله تاع الماء. يعني نعمل غير نصف الكميه وندخلها مليح، نبداو نكبوا الماء غير بشويه بشويه. هنا على حسب درجه الامتصاص تاع السميد، كاين السميد اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. نحضيو راسنا باش الصفه ديالنا ما تعجنش، خاصه هاد الصفه الرقيقه خفات تعجن. صايي ندخل دواء يديا باش نحس بالحبه الا راه ناقصتها الماء، اذا نزيد نرش لها شويه غير هكا ونرش. هي عاد سخونه نزيدها كميه من الماء. صايي كملتها كامل الكميه، اذا نعاود نخليها تبرد وتشرب لي مليح في خاطرها هاد الماء. راني عاود رجعت لها، هنا ريها عاد عندي دافيه، راه عاد ما بردتليش مليح. اذا نحاول نفتحها مليح باش ما تعمليش هذوك الكويرات. شوفوا كيفاش ريها مفروزه. كاين الناس ولا كاين نساء اللي يدهنوها في هذه المرحله الثانيه، يدهنوها خاطر صاي ديجا ريها رطبه، راني نحسها رطابت مليح في يديا. شوفوا حتى نزير عليها بهذه الطريقه، شوفوا ريها تقبط راسها، شوفوا كي نخفيها تتفرفر، ريها رطبه وماشي معجنه. بصح انا نزيد لها المره الثالثه، نزيد نحبها رطبه نحبها تزلق بوحدها. اذا نزيد نخليها تبرد لي، نعاود نفوت نبخرها المره الثالثه وعليها ندهنها. شوفوا اللون ديالها كيولي فاتح تبيض، نزيد نخليها تبرد لي مليح، عاد نمشي نعملها تبخر المره الثالثه. اذا صاي عاود رجعت خليتها هي دي الصفه ديالي راه بردت لي مليح. شوفوا راني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوها كيفاش جات. شوفوا ريها مفروزه حبه بحبه في هذه المرحله. عاود نشوف لا باقي شي كويرات، هيا دي شو ما تكورت ما والو ما تعذبنيش كامل. عاد نخدم بالرقيقه كامل وشوفوا نعاودها ثلاثه تاع المرات. درو نعاود نفوت باش نعاود نبخرها المره الثالثه. اذا نعمر الالال ديالي ونعملها تبخر باش ندهنوها. اذا قبل ما نعمل الصفه ديالي تبخر لي المره الثالثه والاخيره، درو اني حابه نمشي نسلق الحبات تاع البيض. اذا الماء ديالي راه يغلي، راني ماشي نزيد كميه من الماء بارد. هاو هذا علاش زدت كميه من الماء بارد، باش نحطوا هذوك الحبات تاع البيض. حنا ما علمتنا مش نعرف الا المعلومه صحيحه، ما نحطوش هكذا البيض في الماء مغلي يترطقنا. اذا خاصنا شويه يكون بارد. اذا انا راني ماشي نعمل هذو ثلاثه الحبات تاع البيض يغليو لي، عاود نستنى علاش الماء ديالي عاود يغلي لي، عاد نحط الصفه ديالي تبخر. اذا الماء اللي عملت فيه البيض صاير راه يغلي لي، ضروري نمشي نعمل الصفه ديالي تبخر لي المره الثالثه. غير ضروري نحيت الصفه ديالي صايرها بخرت لي المره التاليه. شوفوا دوك الحبات تاع البيض اللي سلقتهم، شوفوا كيما طرطقوليش، كي عملناهم في الماء ما يكونش يغلي. اذا باش ندهنوا الصفه ديالنا نحتاجوا زوج معالق كبيره تاع مارغارين، انا اللي ماشي نعمل مارغارين ولا زبده ولا زبده تاع البقره، كل واحد كيفاش يحب. خمسة معالق كبيره تاع السكر، وهنا على حسب الذوق، حتى الزبده كاين اللي يحبها مدومه بزاف وكاين اللي لا. درا عاد سخونه، اذا وهي هكذا سخونه تحيولها هذوك الزبده، اذا ندخلوها لها وهي هكذا سخونه، نزيد لها حتى السكر
انا نحبها حلوه، واللي ما يحبش السكر ما يعملهاش. اذا ندخلها مليح مليح حتى الزبده تذوب لي مليح وداك السكر حتى هو يذوب لي. اذا نحطوها بالطبق طبق التقليب، الصفه تنتكل سخونه ما تجيش بارده. شوفوا كيفاش تجي رطبه، تجي تزلق بوحدها. اذا من بعد اللي دهنا مليح هذيك السفه، شوفوا كيفاش جات مفروزه، تجي ما شاء الله عليها حبه بحبه، ما تجيش لا معجنه لا والو. ها نوريها لكم عن قرب. اذا مباشره نعمرها في طبق التقديم. هايدي شوفوا نزير عليها بهذه الطريقه، شوف تقبط راسها، بصح غير نحلها تنفتح لنا كامل حبات. نتمنى انكم شفتوها تعرفوها بلي ما جاتش معجنه وفي نفس الوقت طريه. اذا بسم الله نعمرها في صحن التقديم، وهنا تزيين اختياري. اذا نزين الطبق ديالي ونشوفوا ان شاء الله واجد في طبق التقديم. هذا هو السحور تاعنا تاع نهار اليوم. انا كل يوم في السحور عندنا صفه، 30 يوم رمضان 30 يوم صفه. كان هذا هو تزيين بسيط جد بسيط تاعنا ست لمسان تاع السحور. اذا زيناها بخطوط من الألفة وعملنا داير صاير حلو تمنيانه، وزينتهم هذوك البيض مسلوقه وعملت لها قطع من التمر، وناكلوها دائما مع الحليب ولا اللبن. وبالطبع دائما حاضر معنا التمر في الطاوله الرمضانيه، سواء في الفطور ولا في السحور. ايوا شكون فيكم اللي تحب تجي تسحر معايا؟ كانت هذه الوصفه جد مطلوبه من بعض الاخوات خاصه المبتدئات، حبوا السفه بمقادير مضبوطه. حاولت نعطيكم ونعبر لكم بالضبط كميه الماء هكذا باش نساعدوا البنات المبتدئات. نتمنى ان البنات اللي طلبوا مني الوصفه يكونوا يتابعوني. جربوها ان شاء الله تنجحوا فيها. باب الي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، ونشوفكم في وصفه اخرى ان شاء الله. اه يا ليل يا ليل يا أشكو الغرام وأنت عني غارم.